التفاوض عم بيصير بين حزب الله وإسرائيل. سمحت السيد حسن نصر الله طلع وبالفم الملقان قال الأمريكان ليسوا بوسيط. عم نرجع نشوف إنه عم بيهلل للوسيط وللاتفاق وللإنجاز. هيدا كله بيدلك بذكرني بأنه لو كنا عارفين إنه خطف الجنديين رح يودي لحرب تموز ما كنا عملناها، وبكرة ما بنعرف شو بيصير. يمكن يقلنا لو إننا عارفين إنه وساطة الأمريكي منا منيحة ما كنا عملناها. لا يمكن التعويل على جبران باسيل ولا يمكن تحميله المسؤولية. واللي عم بيدافع عن المسيحيين عم بيبيع المسيحيين ورح يبيعهم بـ30 فضية. فخامة رئيس الجمهورية انلقت بالإيد اللي بتوجعه خلال 4-5 سنوات، لأنه الفاسدين كانوا قاعدين حده، كان عندهم كل الرئاسة وأكبر كتلة وأكبر عدد وزراء، ولكافحوا الفساد حتى كتلته النيابية هي نتاج يلي عطاياه حزب الله بجزء كبير منها، مش نتاج قدرة ذاتية. كل اللي عم ينعمل ترقيع ما بيقدروا يعملوا إصلاح، لأنه هن نقيض الإصلاح، عايشين على الفساد. نفيق فيقة بس نجي لنفل بأنه هول لازم نعملهم، هيدا بيكون بس لذر الرماد في العيون. دكتور أنطوان، أهلا وسهلا فيك أولا بليبانون أون، بدي رحب فيك. في عنا مواضيع كتيرة بدنا نتطرق إليها خلال حوارنا، ولكن بالأول بدي أسألك، امبارح كان في شائعة عن تدهور صحة الحكيم، إذا فيك توضح للجمهور. شائعة ما بتتوضح، تبقى شائعة. طلع بيان من الدائرة الإعلامية نفي هيدا الموضوع، وفعليا كان عم بيتابع عمله كتير عادي. صحة الحكيم فإذن كتير منيحة. كرمال ننتقل لمواضيعنا، رح نبلش أولا من جلسة الخميس المقبل. مثل ما عارفين رح تخوضوا الجلسة باسم النائب ميشيل معوض، ولكن اليوم إذا بدك المعارضة لم تجتمع على هيدا الاسم. شو هو المشروع إذا بدك يلي حاطينه كرمال توصله اسم ميشيل معوض؟ وشي خليني أقول إنه لم تجتمع المعارضة، وبعد عندها يومين لتجتمع للحقيقة تيكون في تفكير سياسي ومنطقي بقلب المعارضة. المسار الديمقراطي لازم يتطبق. المسار الديمقراطي بيقول انه المعارضة عندها مواصفات، الشعب انتخبها على اساس استعادة السيادة ومكافحة الفساد. هالشي بيتأمنه يمكن بعدة اشخاص. بقلب المعارضة الشخص يلي بينال اكبر عدد من الاصوات بصور هو مرشح انه تلتف حول المعارضة. اذا المعارضة كلها وفية لطبيعة تصويت الشعب اللبناني لها، إنه المفترض إنه تلتف حول اسم واحد. أبرز اسم موجود اليوم وبفيه المواصفات، تتوفر فيه المواصفات وعنده أعلى نسبة أصوات ضمن المعارضة، هو زميل النائب ميشيل معوض. أنا بدعي كل النواب الجدد وكل نواب المعارضة على إنه يروحوا بهالاتجاه حتى نبلش نلاقي باب حل لأزمة لبنان. نعم، رأينا رأي نواب التغيير رافض لترشيح النائب ميشيل معوض. اليوم في حال ما رفضوا نواب التغيير انه ينتخب. قصدك النواب الجدد؟ نعم نواب. اي، لانه التغيير منا مسألة بتحددية قبل بوقت، تغيير هي بالنتيجة. اذا النواب الجدد بدهم يكونوا نواب تغيير، من المفترض انهم يروحوا باتجاه شيء عملي بفيد الشعب اللبناني. اليوم الشيء العملي انه كلنا نتوجه نهار الخميس لانتخاب سعادة النائب ميشيل معوض لرئاسة الجمهورية. في حال لم تتمكنوا من ايصال النائب ميشيل معوض، النقاش والتواصل مفتوح بكل الاتجاهات. معناتها معقول نشوف هيدا الاسم عم يتبدل؟ والخميس لا الخميس رح نروح لننتخب ميشيل معوض، وبندعي كل التغييرين يروحوا بهالاتجاه. بعد الخميس نقعد مع ميشيل معوض وبنتابع مشاوراتنا مع كل النواب الجدد أو نواب المعارضة لنشوف شو الأمور وبأي اتجاه بدها تروح. نعم، كان في معلومات أنه القوات اللبنانية رفضت تستقبل وفد من التيار الوطني الحر لمناقشة ورقة الأولويات الرئاسية، قد صحيحة هذه المعلومات؟ يعني خليني أقول أنه مناقشة ورقة أولويات هلأ عطول آخر 5 دقايق بالوقت يلي الأولويات معروفة. الأولويات اليوم هي بين فريق بده السيادة
ومكافحة الفساد، وبين فريق عارفين مش ناطرين منه شيء. مشان هيك بموضوع رئاسة الجمهورية لا يمكن التعويل على جبران باسيل، ولا يمكن تحميله المسؤولية، يمكن تعويل على المعارضة قاطبة، ويمكن تحميل جزء من المعارضة عدم التمكن من إيصال رئيس جمهورية سيادة ويكافح الفساد. معناتها الحوار إذا بدك مغلق مع التاريخ؟ منه مغلق، مفتوح مع الكل، بس مفتوح على شو؟ عطول لما بنقول حوار واتفاق، عشو بدنا نتفق وعشو بدنا نتحاور؟ هيدا اللي لازم نحدده. إذا لازم نتحاور على أي رئيس بمواصفات سيادية ومنه وقادر ياخد قرار ومنه غرقان بالفساد، نحن منفتحين مع الكل، يتفضلوا يطرحوا أسماء، بس يجب أن يكون رئيس سيادي، ويجب أن يكون رئيس غير منغمس في الفساد، حتى ما يقدر حدا يلقطه بالإيد اللي بتوجعه. اليوم فخامة رئيس الجمهورية انلقط بالإيد اللي بتوجعه خلال 4-5 سنوات، لأنه الفاسدين كانوا قاعدين حده. يعني وديعته العاطفية يلي كانت حده ما خلت حشته تكون قوية بمكافحة الفساد، لأنه ما بتقدر تكافح الفساد والناس يلي حواليك غرقانين فيه. معقولة فإذا نشوفكم عم تتوصلوا لإسم مع التيار الوطني الحر لبعدين اللي منع إدخال البلد بالفراغ؟ ليش برأيك بدهم رئيس قادر كان عندهم كل الرئاسة وأكبر كتلة وأكبر عدد وزراء ولا كافحوا الفساد ولا قدروا يعلوا صوتهم بمسألة السيادة؟ وزراءهم كانوا يقولوا ما في ولا معبر للتهريب. يلي بيكون هيك هو قوي، هو ضعيف بيضطر يتنازل ويبيع أكتر. اليوم هو مضطر أنه يبيع ويعطي يعني حزب الله أكتر بكتير من قبل، لأنه أساساً حتى كتلته النيابية هي نتاج يلي عطاياه حزب الله بجزء كبير منها، مش نتاج قدرة ذاتية. وهيدا اللي كنت أقوله قبل الانتخابات، كنت أقول إن شاء الله ما يوصل ضعيف الآن، لأنه بس يكون ضعيف بده يتنازل أكتر وبده يبيع، وبيقول عم بيدافع عن المسيحيين، عم بيبيع المسيحيين ورح يبيعهم بثلاثين فضية. نعم، فإذا تحدثنا عن حوار مع التيار، معقول نشوفكم بحوار مع حزب الله؟ عمليا كمان عشو بدنا نعمل الحوار مع حزب الله؟ ما موقفنا واضح. إذا حزب الله بده يقرب فشخة باتجاه لبنان، وهو مستعد أن يناقش مسألة استعادة القرار استراتيجي للحرب والسلم إلى كنف الدولة اللبنانية، وأنه يضبط المعابر، وأنه ما يضل دويلة بقلب الدولة، نحن منفتحين على الكل. ما عندنا حدا بالداخل اللبناني هو عدو بالمطلق، ولكن هناك مواقف وثوابت لا يمكن أن تبنى الدولة بدونها. حيالله حدا بيلاقينا عليها، ما عندنا رفض للاسم كاسم، ولكن عندنا رفض للتسيب يلي موجود في لبنان وطريقة إدارتهم للمسألة، إن كدويلة وإن كجماعة سلطة فاسدة. طريقة إدارتهم وصلتنا لهون. حيالله نقاش خارج العناوين التي نطرحها لن يوصل لبنان إلا إلى أسوأ مما هو عليه الآن. نعم، ولكن اليوم حزب الله إذا بدك في عنده واقعية، كيف برأيك رح يأثر هيدا الواقع على هوية الرئيس المقبل؟ يعني هيدا ما له علاقة وما بنطره من حزب الله، ولا بنطره من التيار الوطني الحر، ولا بنطره من المنظومة اللي صار لها سنين وكانت قادرة تعمل كل اللي لازم تعمله تخلص لبنان. هيدا بنطره من نواب المعارضة، لأنه الشعب اللبناني انتخبهم على أساس عنواني استعادة السيادة ومكافحة الفساد، هول اللي بيحملوا المسؤولية اليوم. وفعليا هيدا الاستحقاق رح يدل إذا هن بطروحاتهم كانوا فعليا بيقصدوها، أو بس كانوا عم بيحكوها بإطار شعبوي ليأخذوا ثقة الشعب ويتصرفوا بثقة الشعب عكس ما الشعب بده. مشان هيك أنا بتوجه لهول، هول بيعنوني، نواب المعارضة بيعنوني، هوليك ما بتأمل منهم لأنه صار لهم سنوات بالسلطة وما عملوا شيء لا باتجاه استرداد السيادة ولا باتجاه مكافحة الفساد، لا بل عمقوا الهوة للبنان أكتر وأكتر وساعدوا بوصولوا وصلوا لجهنم، مش ساعدوا.
نعم. طيب اليوم نعرف انه القوات واقفة بطريق اي مرشح لثماني اذار، وايضا حزب الله بيقول انه لن يصل اي رئيس معادن لحزب الله. هيدا التضارب اذا بدك مش رح يقفل. هيدا مش هيدا كمان تحديد المفاهيم. ما حدا بده اياه معادن لحزب الله، الا اذا حزب الله بيعتبر حيالله رئيس بده يبني دولة هو معادي له. يعني حزب الله معادي للدولة اللبنانية، ويعني حزب الله معادي للشعب اللبناني ككل، ويعني حزب الله بيعتبر انه وجوده على حساب كل الناس. ما بيقدر يكفي هيك الشعب اللبناني مش موجود بس تيكون في تنظيم مسلح موجود. انا بدعي بهالاتجاه حزب الله على انه يراجع المفاهيم الاساسية، خاصة بعد كل اللي شهدناه مؤخرا. نعم. صفحة ترشيح الدكتور جعجع انطوت من الأساس، ولو أول شيء ما في شيء بينطوي. يعني الدكتور جعجع عنده أكبر كتلة نيابية، الدكتور جعجع عنده أوسع تمثيل مسيحي، ومن أول لحظة ما اعتبر أنه موضوع رئاسة الجمهورية موضوع شخصي، ومنشان هيك حولوا لمسألة موضوعية إلى علاقة بقيامة لبنان وبقيامة الدولة اللبنانية. من أول لحظة ترك الباب كله مفتوح حتى تتفق المعارضة على اسم لرئاسة الجمهورية يقدر ياخد قرار باستعادة السيادة بمكافحة الفساد، وبالتالي ولا لحظة رشح طرح حاله مرشح، ولا لحظة ما كان مرشح بالمعنى المطلق. ولكن الأهمية هون مش لاسم الشخص كشخص، الأهمية هون انه المعارضة تقدر تجتمع تتكون عم بتجاوب على أمال الشعب اللبناني، وإلا هون فعليا خيبة الأمل الكبيرة. نعم. كرمال ننتقل معك دكتور حبشة إلى ملف الترسيم. أولا تصريح دكتور جعجع عن الموضوع نال العديد من الانتقادات، وأيضا استدعى رد من النائب جبران باسيل. هل بتعتقد حضرتك أنه مثل ما قال دكتور جعجع أنه اتفاق الترسيم ليس إنجاز يستدعي احتفال الرؤساء الثلاثة؟ أول شيء خليني أحكي بالمضمون، هيدا نوع من الاتفاق، مشان هيك أول شغلة لازم نعملها تكون عم بنطبق الدستور بالشكل الفعلي، والمادة 52 الدستور كل شروطها بيستوفي توصيف الاتفاق يلي صار. لازم نجيب هيدا الاتفاق على مجلس النواب وتتم مناقشته هونيك. هلأ شليلي هيدا عجنب، هاي المسألة عجنب، لأنه هونيك لازم يتناقش المضمون. انطلاقا من مناقشة المضمون بدنا نعرف شو هي الأسس يلي مبنى عليها ما وصل إليه الاتفاق، حتى نعرف إذا كان ممكن أفضل أو لا. هيدي نقطة. بالشكل أنا كنت تابع ومصرح هالشي قبل اليوم، صرحه قبل ما يصير الاتفاق، إنه عمليا يلي بيرصد كيف صار الترسيم كله سوا. أول ما أجا هوكشتاين شو كان كل تصاريح أعلام المعارضة أو الممانعة، أعلام الممانعة كان كل تصاريحها أنه هيدا يهودي وبيمثل مصالح إسرائيل، مش صح؟ كان يمرق عند كل الأشخاص أنه كان يمرق عند رئيس الحكومة، عند رئيس الوزراء، عند رئيس مجلس النواب. أنا ما كنت أعول على لقاءاته هون لأنه كنت بعرف أنه ضمناً ما حدا منهم لهني ولا حزب الله، يعني ما في ثقة بين بعضهم وما في ثقة بيناتهم وبين حزب الله. مشان هيك مين الاسم اللافت يلي عطول قعدته مع هوكستاين كانت تشكل نوع من فرق؟ اللي وقع عباس إبراهيم. ليش؟ لأنه حائز على ثقة حزب الله. إن كان الاتفاق بالمباشر أو بغير المباشر من بداياته عمليا، هل التوافق أو هل الكلام أو هل التفاوض عم بيصير بين حزب الله وإسرائيل؟ بس بدي أقول أكثر من هيك. سماحة السيد حسن نصر الله طلع وبالفم الملآن قال أنه اتفاق ترسيم بوساطة أمريكية، الأمريكان ليسوا بوسيط. عم نرجع نشوف أنه عم بهلل للوسيط وللاتفاق وللإنجاز. لما بتكون الأمور هالقد ملغصة وبفترة زمنية هالقد قصيرة، ما بعرف شو الإنجاز بالموضوع.
وتنعرف إذا إنجاز أو لا لازم يكون عندهم الجرأة يجيبوه على مجلس النواب تتم مناقشته بشكل علني وبشكل واضح قدام كل الشعب اللبناني، حتى الشعب اللبناني يقدر ياخذ خلاصات. أنا ما كنت بالمفاوضات، نحن ما كنا بالمفاوضات، ما بنعرف تفاصيلها، ما بنعرف على شو حكيوا، ما بنعرف كيف اتفقوا إلى آخره. بين أنه يطلع سماحة السيد يقول الأمريكي مش وسيط ويهلل الاتفاق بالوساطة الأمريكية، ومش بس بضمانة الوسيط الأمريكي، يعني هيدا كله بيدلك بذكرني بأنه لو كنا عارفين أنه خطف الجنديين رح يودي لحرب تموز ما كنا عملناها. وهيدا بدنا نهرب منه، مشان هيك بدنا دولة، مشان هيك بدنا رئيس جمهورية سيادة، مشان هيك بدنا استعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية. تما يطلع حدا يوم يخبرنا أنه الأمريكي منه وسيط، ويوم تاني يهلل الإنجاز بضمانة الوسيط الأمريكي، وبكرة ما بنعرف شو بيصير. يمكن يقلنا لو إننا عارفين أنه وساطة الأمريكي منا منيحة ما كنا عملناها، مثل ما قلنا لو عارفين أنه خطف جنديين بده يؤدي لحرب ما كنا خطفناهم. ما بتندار الدولة هيك، يعني الدولة مش مزرعة، ما بتندار بهالطريقة. وإدارتها بهالطريقة من قبل هالأفريقا، وخاصة هالتحالف يلي موجود بين حزب الله والتيار الوطني الحر، هو فعليا يلي وصلنا يلي وصلنا له. الباب انه نطلع من هيدي الاشكاليات تنقدر نشوف افق جديد. وللحقيقة اذا راحوا باتجاه انهم يلاقوا رئيس او يوافقوا على رئيس سيادي ويعيدوا قراءتهم لعودتهم للبنان، وهلأ ما بقى عندهم مبرر، يعني يلي بيحكي هيك عن الوسيط الامريكي بيرجع يقبل فيه، ما بقى عنده مبرر. يلي بيكون هو موجود بكل المفاوضات وبيتنازل هيك، ما بقى عنده مبرر يقول انه لازم يبقى الدويلة بقلب الدولة، ولا عنده مبرر لولا شيء تاني عم بيطالب فيه. هاي المبررات سقطت. مشان هيك احسن طريقة حتى نبني لبنان، وهن بحاجة لبناء لبنان، لانه واضح انه المجتمع اللبناني بكل اطيافه وجمهوره اول جمهور عم بيعاني الجوع، ما عم بيقدر يفوت على المستشفى، عنده اشكاليات، يعني ما بيكفي على طول يعطوه انتصارات وهميه تيقدر يفوت ابنه على المستشفى، لانه اخر شيء الفاتوره ما بيكفي انتصارات وهميه تيقدر يحكم مريضه بالكانسير، لانه اخر شيء بده يلاقي الدواء بالسوق او ما يلاقيه. عشان هيك افضل طريقه، وبدعي هون حزب الله انه يجي على المدى اللبناني، خاصة انه هو افقد حاله مبررات لقطه للقرار استراتيجي. نعم، كيف برأيك يجب التعاطي مع ملف الترسيم بالمرحلة المقبلة؟ يعني بما يعني اول شيء ملف الترسيم تيكون الموضوع بعده بإطار الدستوري السليم، يعني اول شيء الحكومة لازم تحوله، الحكومة ما حولت شو بدي بهالمسألة، بس الاساس انه يتحول على مجلس النواب لتتم مناقشته بالمجلس النيابي وبكل تفاصيله. هونيك بنقدر نحكم. ليش بدي احكم بشكل مسبق؟ يمكن مسار التفاوض بيسمح انه ينوصل لهيك اتفاق، ويمكن مسار التفاوض ما بيسمح. كيف بقدر اعرف؟ لما اللي فاوضوا بسألهم بمجلس النواب وبيجاوبوا قدام كل الشعب اللبناني على كيف كان مسار التفاوض وشو صار. ما بعد الترسيم برأيك هل ترى هيدي الاتفاقية مثل نوع من اتفاقية سلام مع إسرائيل؟ أول شيء خليني أقول الاتفاقية تنقدر نفهم مظبوط بدنا نفهم مجريات التفاوض، مشان هيك تما أكون عم بحكم بالمطلق. خليني أقول لازم تجي على مجلس النواب لنناقشها ونعرف كل خلفياتها، بس بمعزل عن هيدا كله، مجرد ما يكون الحزب وصل لهون بوساطة أمريكية، يعني مجرد ما يكون وصل لهون مع الشيطان الأصغر بإشراف الشيطان الأكبر، يعني راضي فيهم اثنيناتهم، يعني مسألة سلاح ما بقى مسألة يجب أن تكون هي العائق في مناقشة حزب الله لمسألة استعادة القرار الاستراتيجي من قبل الدولة اللبنانية. وإن شاء الله يكون، يعني إذا كان عن جد لبنان بأولوية اهتماماتهم لازم يقربوا بهيدا الاتجاه، وإذا لا بيكون لبنان بس مطية، وإن شاء الله ما يكون لبنان بس مطية لتحقيق أجندة أكبر بكتير من حدود لبنان ومن كرامة الشعب اللبناني، لأنه بطريقة إدارتهم للدولة من سنوات لليوم كرامة الشعب اللبناني حتى كرامة جمهورهم عم بنشوفها كل يوم عم تتمرمغ بالوحل
بالحياة اليومية، بالدواء، بالمستشفى، بالجوع، بالعوز، بغياب الكهرباء، بكل هول، بكل هول. كيف سيستطيع حزب الله أنه يحافظ على سلاحه إذا سقط هذا التهويل عن الحدود؟ كيف سيستطيع من يقول قبل أسابيع أنه الأمريكي ليس بوسيط ويرجع يهلل للترسيم ولوساطة الأمريكي، كيف استطاع أن يبقى؟ وعي الشعب اللبناني يا بيحدد إذا هيك يا بيحدد إذا لا. نعم، طيب برأيك لبعدين كيف يمكن رفع أياد الفساد عن هذا الملف؟ ما في، بيقول الإنجيل ما تحط رقعة جديدة بتوب بالي. كل اللي عم ينعمل ترقيع في دول نفطية وعندها نفط، عندها ربع نفط العالم، وعايشة بالفقر وعايشة بالجوع وعايشة بالتعتير. قديه بدهم يطلعوا على 10 سنين؟ قديه بده يطلع النفط على 10 سنين؟ 10 مليار؟ 20 مليار؟ صرفنا 25 مليار دولار على التهريب على الحدود اللبنانية بسنة ونص، كبين 100 مليار دولار دين، منا شايفين ولا أثر لهم بحياة اللبناني اليومية. ما هودي مثل هوليك إذا هن بدون يديروهم بالطريقة اللي عم بيكفوا يديروا فيها. مكافحة الفساد تبدأ باستعادة سيادة الدولة اللبنانية. هيدا الباب الحقيقي والفعلي لنقدر نصلح كل شيء. وأكيد بده يكون الشخص يلي بده يكافح الفساد منه غرقان ولا ملف ما يقدروا يلقطوه بالإيد اللي بتوجعه. اللي عم بيصير اليوم سلاح بحاجة لغطى سياسي لقله، ويهو ذا الأصخريوتي مستعد يبيع كل لبنان بـ30 فضية حتى يقدر يحافظ على فساده. في تحالف وثيق بين السلاح خارج إرادة الدولة اللبنانية أو القرار استراتيجي خارج مؤسسات الدولة اللبنانية وبين الفاسدين بالمنظومة الحاكمة. نعم، كرمال ننتقل لملف الحكومة. أولا دكتور حبشي، هل تعتقد رح نشهد تشكيل الحكومة قبل نهاية العام؟ بدك تشوفي قد ايه قدرت حزب الله على الضغط ضمن الفريق الواحد. يعني عيط لهم قبل وقعدهم مع بعضهم. أول مرة هو بيسمي رئيس حكومة. الموضوع هل قد بيعني هل قد عم بيضغط، بدنا نشوف إذا قادرين. بس تعرفي للأسف ضمن الفريق الواحد الحاكم الحكومة بدها أشهر وأوقات سنين لتولد، وبس تولد كل واحد منهم بيقول ما خصني، وهن الأغلبية اللي عطيوها ثقة بالمجلس النيابي وكأنه منهم المسؤولين. هيدا المنطق من اللامسؤولية شو سببه؟ سببه أنه ما في دولة، ما في دولة عندها سيادتها. مشان هيك الضغط المعنوي للسلاح قادر يعيط لمين ما كانوا يعمل لهم عشاء سري عنده قبل الانتخابات النيابية، قادر يجمع دولة الرئيس بري والتيار الوطني الحر وجبران باسيل على نفس اللوائح، قادر يصرخ أنه هو بده الحق بتفجير المرفق التيار الوطني الحر، بس نشوفه على نفس اللائحة مع مطلوبين بمسألة تفجير مرفق بيروت. قادر يعمل كل هول. الضغط المعنوي للسلاح لما ما بيكون عندك دولة، حتى المسار السياسي بتشوفيه مسار غير سليم ومسار غير حقيقي وطبيعي بينتج عنه شيء مش حقيقي. أنا مني متأمل كتير إذا ولدت حكومة أو ما ولدت حكومة، مني متأمل كتير إنهم يقدروا يعملوا تغيير. ما هي نفس الحكومة اللي لقطينا، ليش ما قدروا يغيروا شيء؟ إصلاح واحد ما عملوا. ما بيقدروا يعملوا إصلاح لأنه هن نقيض الإصلاح، عايشين على الفساد، عايشين من الفساد وعايشين من غياب الدولة. طيب كيف يلي عايش من هول بده يعمل إصلاح ويبني دولة؟ ما بيقدروا، عكس طبيعتهم. في حال تعثر تشكيل الحكومة شو هو السيناريو؟ أليس متعثر حتى الآن؟ ولكن عم ينحكى بتشكيل. ايه بعد في ضغط ممكن، قلت لك يعني الضغط المعنوي للسلاح قادر يأثر حتى على الحلفاء. واعطيتك امثله، يعني
بيجمعهم على نفس اللوائح، تاني نهار بيخزقوا بعضهم بكل شيء بقلب المجلس. ترينوا ماشي، يعني انه الانتخابات شيء بيشيبوا بعضهم بالانتخابات النيابية، بس إدارة الدولة شيء تاني. عم بنشوف لوين وصل الموضوع الشعب اللبناني، وصلوا على جهنم بالمعنى الفعلي. وبالتالي خليني أقول ممكن، بس شو رح يتغير؟ ما هي حكومته، هي حكومة حزب الله، والحكومة اللي جاي حكومة حزب الله. بكل الحالات هذه الحكومة لم تقدم ولم تؤخر. كمان كان عندهم الأكثرية بحكومة مع يعني دولة الرئيس السابق حسان دياب، كمان شو غير الموضوع؟ عشان هيك مش هون التركيز، لازم نتطلع إذا المعارضة وفريق من المعارضة بيتحمل المسؤولية، إذا رح يقدر يلبي طموحات الشعب اللبناني ويوصل لرئيس جمهورية بيستعيد السيادة وبيكافح الفساد، أو إذا بدون يكفوا يلعبوا بيت بيوت. نعم، لم تشارك القوات اللبنانية بالحكومة السابقة، معقول نشوفكم بالعهد الجديد عم تشاركوا بحكومة؟ أي عهد جديد؟ كمان هون العهد ما بيكون بعد انتخاب الرئيس، العهد بيكون هل غير انتخاب الرئيس في مسار السلطة التنفيذية أم لا؟ إذا في سلطة تنفيذية بدها تبني الدولة ترسي السيادة وتكافح الفساد، القوات اللبنانية منا بعيدة. بس إذا نفس المسار، شو بدنا نشارك؟ بدمار شعبنا، بدمار دولتنا، بدمار ذاتنا. هذا وقف على ما يحصل في انتخابات رئاسة الجمهورية إذا حصلت قبل 31 تشرين. نعم، كرمال ننتقل إلى ملف عودة النازحين السوريين إلى سوريا. تحرك هذا الملف وبقوة من بعد ما أعلن عنه رئيس الجمهورية ميشيل عون. برأيك بتشوف هيدي العودة قريبة؟ إن شاء الله، لأنه يجب أنه يعودوا النازحين إلى سوريا، يجب أن يكونوا عندهم منطقة آمنة قادرين يقعدوا فيها وتوصلوا المساعدات الأمم المتحدة. لبنان ما بقى يقدر يحمل اللعب الاقتصادي، لبنان ما بقى يقدر يحمل اللعب الاجتماعي، وما بقى يقدر يحمل انعكاسات السياسية. عشان هيك هيدا موضوع لازم كلنا نروح باتجاهه ونعجل فيه. غريب الأمور، غريب رئيس جمهورية يكون عنده 6 سنين تيطرح من أول نهار استراتيجية دفاعية، تياخد خطوات عملية وفعلية باتجاه إعادة النازحين. غريب كله يصير بآخر هيك في فيئة، عادة يعني ما بعرف شو بيسموها هالفيئة، أنا ما بدي سميها في فيئة، بس نجي لنفل بأنه هول لازم نعملهم. هيدا بيكون بس لذر الرماد في العيون. رغم هيك إن شاء الله يكون مغلط والموضوع يروح بهالاتجاه ويعطي نتيجة. برأيك الحركة اللي أصابت هيدا الملف لها علاقة بملف الترسيم أيضا؟ أساسا بدنا نعرف شو صار بالتفاوض بالترسيم، مشان هيك لازم يجي على مجلس النواب. ما بدي أتكهن ولا بدي ألعب دور النبوة، في ناس هي علاقتها بالله مباشرة، هي بتقدر تقرأ نية الله وبيكون عندها النبوة. أنا ما بعرف بالغيب بصراحة، أنا بعرف بالمعطيات الواقعية. مشان هيك يتفضلوا يجيبوا ملف ترسيم الحدود، يجيبوا هالاتفاقية إلى مجلس النواب لنناقشها، لنعرف خلفياتها، لنعرف بأي إطار صارت، وحتى نقدر نجاوب على هالسؤالات بشكل واضح، مش ندعي النبوة. نعم، هل حضرتك مع التواصل مع النظام السوري بهذا الإطار؟ النظام السوري لو بده إياهم أخذهم، نصهم أساساً، وهيدا مطلوب وبشكل أساسي وفعلي من الأمم، نصهم بيروح على سوريا وبيرجع، يعني ما عليه خطر. هيدا اللي بيروح على سوريا وبيرجع لازم يبقى هونيك. يعني هالموضوع هالقد دقيق وهالقد بسيط. وبالتالي إذا النظام السوري بده إياهم هلأ بيقدر يستردهم، بس إذا النظام السوري بده ورقة ضغط سياسية، ولشو بحاجة إنه نحكي معه حتى يسترد شعبه؟ بس ما بده شعبه. من وين ورقة هالضغط السياسية برأيك؟ من مين ورقة الضغط بدها تجي؟ عملياً لما النظام السوري بده يسترد شعبه، هو ناطر لحدا يتواصل معه ليقدر يسترد شعبه؟ تجي الأمم المتحدة بتعمل له المخيمات بقلب سوريا وبتوصلهم للمساعدات لهم هنيك،
وبينقلبون. ما اساسا جزء منهم مثل ما قلت لك جزء منهم عم بيروح على سوريا ويرجع على لبنان. انه هيدا بيضل يتصنف لاجئ يلي ما عليه خطر. ما شفنا بالانتخابات 90% منهم انتخبوا النظام. هول يلي بينتخبوا النظام ما عندهم مشكله مع النظام، ليش موجودين بلبنان تحت عنوان اللاجئين؟ يقعدوا بالجهه السوريه، واذا الامم المتحده بدها تضل تصنفهم لاجئين تعطيهم مساعدات هونيك بسوريا. فاذا يلي عم يمارس هلا الضغط على سوريا، معقول كان عم يمارس هيدا الضغط علينا؟ هيدا علينا. ليش؟ مين بيقدر يمارس الضغط علينا اذا نحن ارادتنا حره؟ هون سؤالك شو العلاقه بين الترسيم وبين هيدا الملف؟ يتفضلوا على مجلس النواب تنسال ويجاوبوا. نعم، الاسئله يلي رح وجهها لهلا دكتور انطوان هي من الشعب، وجهوها لك عبر لبنان اون. اولا انطوان يعقوب بيسالك، اي متى رح نبلش نشوف التغيير الفعلي يلي عم تطالب فيه القوات على قد حجم النيابه والشعبه؟ اول شيء بنبلش نشوفه انطلاقا من تركيبه المجلس النيابي. بدنا نكون واقعيين، الشعب اللبناني جاب 67 نائب معارض، وهو عليه يتابعهم تيشوف اذا عم بيعملوا وفق تطلعاته او لا. بيلي اعطانا اياه الشعب اللبناني موقفنا السياسي واضح، كتلتنا مواقفها واضحه من كل العناوين اللي طرحناها بمرحله الانتخابات. محمد مصطفى بيسالك، لماذا هذا الانغلاق في حزب القوات اللبنانيه والتضييع لفرص التحاور مع الفريق الآخر؟ أي فريق آخر؟ أعتقد أنه قصده فريق 8 أدار. مين مسكر عليهم؟ الباب مفتوح على كل النقاشات. بدي أقول له لمصطفى، المطلوب بناء الدولة. أنت بلا دولة لأي فريق سياسي انتميت، إذا ما في دولة رح تضل مش قادر تاكل، رح تضل مش قادر تفوت على المستشفى. نحن إذا بيجوا على بناء الدولة أهلا وسهلا فيهم، منا منغلقين. إذا بيجوا على استعادة السيادة أهلا وسهلا فيهم، منا منغلقين. إذا بيجوا على ضبط الحدود أهلا وسهلا فيهم، مليار دولار عم بيروحوا على الحدود. إذا بيجوا على أنه ما نحط لبنان، نحط بظهره كل العالم العربي وكل المجتمع الدولي، ساعة أمريكا الشيطان الأكبر، ساعة أمريكا هي الوسيط لضمان اتفاقية ترسيم الحدود. مش هيك، مش هيك بتنبنى الدول، ومش هيك بيقدر يلاقي مستقبله. نحن مش منغلقين على حدا، نحن عناويننا واضحة وبابنا مشرع لكل الناس يلي بيلاقينا على هالعناوين، إلا إذا بيقدروا يخبرونا إذا عندهم تحديد تاني للسيادة أو تحديد تاني لمفهوم الدولة منا دارسينه بالجامعات أو ما منعرف فيه، يخبرونا إياه تنشوف. وإذا المفهوم هو يلي طبقوه من 10 سنين لليوم، مفهوم غلط، لأنه ليكي لوين وصل. ريتا فخري بتسألك، أين أصبح مشروع الطاقة لمنطقة دير الأحمر والجوار؟ مشروع الطاقة في عدة أبواب عم ينشغل عليها، في مسائل تقنية وفي مسائل غير تقنية. هيدا الموضوع مش تركينه، عم نشتغل عليه قبل الانتخابات. إن شاء الله بيمشي الحال، منه هين، منه بسيط، كلفته منه قليلة. في بعض المحلات في إشكاليات تقنية، ولكن العمل جاري على قدم وساق. إذا الطريقة اللي بده يصير فيها هي لخير ولاد المنطقة رح يصير، إذا لا بدنا نلبش عن بواب تانية. سؤال من بشرى جميل، كيف عم تتابعوا موضوع زراعة وتصدير القنب الهندي في لبنان، ولماذا هذا التأخير من بعد ما تم؟ أول شيء بدي أقول يعني هلأ صار عند السلطة التنفيذية، بدي اقول لبشرى انه هيدا عند هالسلطه التنفيذيه الموجوده. انا زرت رئيس الحكومه السابق حسان دياب، رئيس الحكومه المستقيله اليوم دوله الرئيس مئاتي، واثنيناتهم حكيتهم عن المراسيم التنظيميه او التطبيقيه. المراسيم التطبيقيه لليوم ما صدرت، بدي ربع ساعه بتصدر. بقول لك ليه؟ لانه في سوق 800 مليون لمليار دولار، في 3-4 بيقدروا يكونوا تجار، وما حدا بيقدر يكون تاجر إلا إذا كان تحت غطاء الأمر الواقع. هودي عم بيستحوذوا على هالمليار دولار، ما بعرف كيف بيقسمون بين بعضهم وبين الأمر الواقع وبين سلطة الأمر الواقع. لازم تصدر مراسيم تنظيمية. نحن بهيدا الوضع الاقتصادي يلي عم بننبش فيه تنشحد دولار، وفي عنا قطاع اقتصادي ما بقي شركة عالمية ما بعتت ميل لتقول كيف بنستثمر،
يتفضلوا يفرجوا عن المراسيم التطبيقية، بس ما بدهم، يمكن مش مقدر لمنطقة بعلبك الهرمل انه تطلع من وضعها الاجتماعي الاقتصادي، ممكن براسهم عندها دور تاني لازم تضل مجبورة تعيشه. وهون هيدا كل انسان بده ينبش عنه، لانه الانسان لازم ينبش عن غريزة الحياة مش غريزة الموت. المراسيم التطبيقية لقانون القناب قادرة تعطي نفس اقتصادي للبنان. سؤال من شرب النشار بيقول لك: لماذا لا نرى النائبة ست ريدا جعجع مرشحة للرئاسة من قبل القوات اللبنانية؟ كتلة القوات اللبنانية قالت انه هي مرشحت مش لما ترشح، هي مرشحت تتفتح مجال التلاقي امام كل اطياف المعارضة. يعني عم تتخلى عن حق طبيعي لها كونها اكبر كتلة واكبر حائز على التمثيل المسيحي، عم تتخلى عن كل هيدا تتفتح مجال للتلاقي. اليوم كتلة القوات اللبنانية مع فريق كبير من المعارضة تتوافق على اسم النائب ميشيل معوض لرئاسة الجمهورية. هيدي اللي بدعي عن جديد نواب المعارضة انه يحطوا اسمه نهار الخميس تنروح باتجاه امكانية ايجاد حل، بداية حل الأزمة اللبنانية. السؤال الأخير هو سؤال بعيد جدا عن السياسة، هو من إليان أبي ظاهر بتقلك: لو طلب من النائب التوجه إلى شخص أنطوان حبشة ابن 20 سنة، شو بتكون الرسالة؟ بالجوهر الرسالة ما بتتغير، هي ذاتها. يعني بجوهر الرسالة هي إنه أن نسعى لبناء الإنسان، كل إنسان وكل الإنسان. هيدي الرسالة بتوجه، هيدي بجوهرها ها هي الرسالة. بتفاصيلها التقنية الخبرة بتعلم الإنسان، يعني من عمر 20 للتقدم بالعمر، الخبرة بتعلم الإنسان إنه نفس هالرسالة يقدر يلاقي لها الوسائل اللي ممكن تسمح لها إنه تتنفذ أكثر. وأنا بشكرها على سؤالها.